بكم معنا في كرنفال بالمون الدورة الأولى أكادير. أسئلة كثيرة تطرح، لماذا الدورة الأولى؟ شنو هي الإضافة؟ باختصار شديد، نحن في جماعة أكادير عندنا واحد الأولوية كبيرة للموروث الثقافي الأمازيغي، وبالتالي هذا الكرنفال كما لاحظتم أنه من سنوات هذه الكرنفالات راه تيداروا في الأحياء الشعبية ديالنا في مدينة أكادير، إذن اليوم فقط هو تتويج العمل ديال هذه المجموعات الكبيرة ديال الشباب الأحياء ديال أكادير ولا الأكادير الكبير الذين سيتبارون اليوم لأخذ الجائزة الأولى ديال أحسن قناع، أحسن مجسم، أحسن فرقة، أحسن مشاركة فردية أو جماعية. لأن مدينة أكادير بغت أنه شارك حتى هاد الشباب وهاد الشباب المبدع، شارك معاهم هاد الحويجات هادو، غادي تقدمهم للجمهور باش انه يحكم وبالتالي ياخذوا الجائزه الاولى. اذا تنتمناو ان الكرنفال ديالنا يدوز في احسن حله، ونشاهدوا جميعا هذه المجموعه الكبيره ديال الاقنعه وديال المشاركه ديال الشباب. كاينه مشاركه ايضا ديال الشباب القاطنين معنا هنا في المغرب ديال افريقيا الجنوبيه، اللي غادي يشاركوا حتى هما بالاقنعه ديالهم، وغادي يشاركوا الملابس ديالهم التنكرية. كاينه مشاركة أيضا السياح في بعض الوحدات الفندقية. إذا راه كاين واحد المشاركة جماعية ديال الجميع.